بينما تتناول هذه القصة القلوب والأفكار، نجد أنفسنا أمام رجل يتقي الله ويثق بقضائه وقدره. فعلى الرغم من توالي المصائب التي ألمت به وبما يملك من ممتلكات، إلا أنه يظل واثقاً أن كل ما يحدث له هو للخير إن شاء الله. تتجلى في هذه القصة حكمة عميقة، فقد جاءت تلك المصائب كحماية للرجل وعائلته دون أن يعلموا، وبفضل ذلك الثقة العمياء بقضاء الله نجا هذا الرجل وعائلته من مصير مأساوي كاد يحل بهم. قصة رائعة أحببت مشاركتها معكم. كان هناك رجلاً تقياً ومن المعروف عنه في المنطقة إنه من أكثر الرجال تقوى وحباً لله عز وجل. ذات يوم كان لديه ديك واحد فقط يربيه في حظيرته، ولكن يشاء القدر أن يأكله الذئب، فكان رد الرجل خير إن شاء الله. وبعدها في نفس الليلة كان لديه كلب للحراسة، قام الذئب بضرب الكلب ومات في الحال، كان رد الرجل خير إن شاء الله. بعدها حدثت مشكلة أخرى، وهي إنه وجد حماره ينهق بصوت عالي بشكل غريب. ذهب ليرى سبب نهيقه، وجده مريضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة ومات، ولكن كان الرد أيضا خير إن شاء الله. غضبت زوجته كثيرا وسألته كيف كل أمر يقول خير إن شاء الله ماتت كل الحيوانات التي تحميهم فجأة، ما هو الخير الذي سيعود من كل تلك المصائب؟ ولكن كان رد الرجل إنه يثق في الله عز وجل، ومن المؤكد إن كل ما يحدث لمصلحتهم حتى لو لا يعلمون. بعدها بيومين هجم مجموعة من اللصوص على القرية بالكامل، وقاموا بسرقة كل السكان وقتلهم، ونهبوا كل ما يتواجد أمامهم إلا هذا الرجل التقي. ومن حسن حظ هذا الرجل وقدرة الله عز وجل، لم يعلم أحد من اللصوص إن هذا المنزل به سكان، لأنه ليس به ديوك ولا كلاب ولا حمير، وظنوا إن هذا المنزل مهجور. وهنا حكمة الله عز وجل في أن يجعل كل حيواناتهم تموت هي حماية لهم من الموت. الدروس المستفادة من الصبر على البلاء: الصبر على الابتلاء له ثواب عظيم للعبد في الدنيا والآخرة. لا يخلق الله الشر لأي شخص، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. كل شيء يحدث في الدنيا هو قضاء وقدر ومكتوب عند الله عز وجل. الله عز وجل يبتلي كل شخص بالسراء والضراء. الشدة والعسر يأتي بعده يسر، كما تقرب العبد من ربه حتى يبعد عنه الله الابتلاء. لا تخرج دون أن تضع بصمتك هنا بالصلاة على الحبيب محمد، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10.